هلا انا يعني من عشاق الملوخيه، عرفت شلون؟ وانا بطبخها، يعني طبخها كتير طيب على الاول، يعني اذا اكلتها من تحت ايدي عن جد ما راح تنساها. تعزمنا لعندك يعني؟ لعيونك ابشر. طيب كزبره يابسه ولا خضراء؟ لا يابسه طبعا، هاي الكزبره الخضراء لكم ما بنعرفها نحن. شو اطيب اكله اكلتها من اول رمضان؟ شيخ المحشي. والله لحد الان هلا في اكلتين، في باميه هي الاكله المقدسه عندنا، في الكبسه اللحم، شي نغم، شي ادب. اطيب اكله اكلتها هي المندي، بحب انا بس الشيخ المحشي طبعا لانه كثير كثير طيب، وهو الشيخ المحشي احد المشايخ اللي جديرين بالاحترام. والله صراحه ما اكلت ولا اكله طيبه لانه امي ما معي الله يرحمها. الباميه، باميه اكله ديريه لا غنى عنها. اكلتها في البيت اكله صفيحه، نحن بنعمل صفيحه هاي 7 دول بسموها او 8 دول. طيب اكلي بالبيت لحمه بالصيني. مين كان طبخ لك يا انا؟ والله ما عندك مره في، بس انا برمضان بحب اطبخ. انت جماعتي بساعد ومرتبه.